أشجلوا 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 تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم. نحط الرحال في ملعب نادي القنيطري الذي يستضيف اليوم مباريات نادي القنيطري واتحاد سيدي قاسم. Bon après-midi, je suis Anjouel Tchoufo, défenseur central de Kenita Athletic Club. Déjà cet après-midi, nous dédions cette victoire à notre capitaine Hichem, qui a été victime d'une grosse blessure pendant l'accident tragique que nous avons eu le mois dernier. Alhamdulillah, cet après-midi, on a pris les 3 points à domicile et nous la dédions aussi à notre cher public qui est de retour cet après-midi après plus de 2 ans d'absence sur ce terrain. Ça nous fait infiniment plaisir de les avoir cet après-midi et de les honorer avec cette victoire. Le prochain match, nous oublions déjà ce match-ci et on va se concentrer sur le match à venir parce qu'on a besoin de ressasser assez de points pour pouvoir préparer la phase de retour du championnat. La saison elle est encore longue et on promet aux Kenitriens de faire des choses exceptionnelles, Inch'Allah. الحمد لله الفريق النادي القنيطري مر بواحد الظروف صعيبه بزاف من بعد الحادثه فهمتيني كان صافي نفسيا كنا تدهورنا شويه مع كنا غاديين في واحد النتائج ايجابيه بزاف وهذا الشيء اللي كان خلانا كان عندنا تخوف والحمد لله ملي رجعنا 3 ماتشات بوان يعني هذا الشيء غادي مزيان وكان اليوم اول ماتش بالجمهور منذ سنتين ما دخلش للتيران الحمد لله عاونونا بزاف بقاو صابرين معانا وحنا صابرين معاهم وهاد الفرقه هادي ان شاء الله المكانه ديالها ماشي هنايا ونتمنى التوفيق والحمد لله اول حاجه كنبغي نشكرهم على القدوم ديالهم هادي ماشي حاجه غريبه عليهم راك شفتو كما شفتو قبل المقابلات قبل لفني من لال لف في اي دي بلاسمون راه تيكونوا معنا اكثر من هكا وكنبغي نشكرهم وكنضربوا لهم موعد ان شاء الله في مقابله ديال مراكش كنبغيهم يجيو يساندونا اكثر وغنقولوا كلمه ديالنا بعد غياب جماهير لمدة طويلة تعود اليوم الجمهور القنيطري إلى أحضان المدرجات بوجه بشوش ومسرور نترككم الآن مع أحد المشجعين السلام عليكم بغيت نقول لجميع المشاهدين هذه الفرقة الكاك راه فيها أطباء جيو تفرجوا فيها مدرسين 34 سنة 36 عدد سيرفيس القنيطرة فيها جوج حوايج فيها البحر وفيها الكاك دابا الشتا ما كاينش البحر ما كاين لا سيرف لا عمل لا حتى شي حاجه كاين الكاك شوف ما نقدرش نوصف لك هذا الشعور هذا حيت شعور كبير بزاف راه ان فوتي تشوف الهدف تخيل انت الماتش كامل 90 دقيقه وانت مصدوم ان فوتي تماركي البيت تحس بواحد الاحساس اللي ما بحال شي دري من جلا تيتزاد من كرش امه هذا الاحساس صعيب بزاف
صعيب باش نوصفوا لاي قلنا انا صعيب باش نوصف هذا الشعور انا صعيب ما واحد الشعور داخل الحمد لله هي تتوجات بثلاثه ديال النقاط اللي خديناها وتنتمنوا اننا نتكلاصاو بارمي لي بروميير ان شاء الله ونطلعوا للدوزيام سير ان شاء الله الا كتاب الله يسخر هذا ما نقول بغيت ان شاء الله في الماتش الجاي المقبل ان شاء الله بغيتهم ان شاء الله يزيدوا يجتهدوا شي شويه عاوتاني الحمد لله راهم لعبوا راهم في المستوى ماشي ملعبوش عطاو الجهد ديالهم قولي لي شنو هي الرساله ديالك للمسؤولين ديال الفريق المسؤولين ديال الفريق تنقول لهم يتهلاو لنا في لي جوار باش يزيدوا يعطيو ويعطيو ان شاء الله لان هذوك اللعابه راه ما بغيناش عاوتاني نضيعوهم راه اللعابه في المستوى ماشي راه تبارك الله عليهم راه جوال ماماسو العظامه كاع الدراري كلهم الحمد لله راهم كلهم تيلعبوا مزيان ماشي وبغينا ان شاء الله ما نفرطوش فيهم وبغيناهم يتهلاو فيهم وتكون ان شاء الله الفرحه الكبرى من طلعوا للدوزيام سيري والاحاسيس ما كتوصفش باش دخلنا لهاد التيران ثلاث سنين ونص وتيران مزدود حنا تنمشيو ولينا جنب فارق صافي باش نتسناو الديبلاسمون باش نمشيو له باش سيبورتيو الفرقه ديالنا واللعابه اليوم كانوا رجال واخا كسيده طرات ليهم وشي حاجه كثر اللعابه قدموا الجهد ديالهم تشوفوا في الماتشات والحمد لله وديما كاك والله ديما كاك تالقبر